واللي دايره الاتهام منحصره في الناس اللي كان عازمينه واللي حضروا معاه العزومه واللي كان مستنينه ما يعرفوش مكانه الا اللي عازمينه وعارفين هو راح فين وعارفين تحركاته. فدلوقتي دايره الاتهام تنحصر في الموظفين اللي كانوا معاه في الشركه واللي كانوا عازمينه ومرتبين مع ناس تانية. هو كان على خلاف معاهم او حاجه؟ طالما ان لا كان في خلاف مع واحد معاه في الشركه وكان رايحين يصلحوه عليه. كان رايحين يصلحوه يعني كانت عزومه مصرحة. كان هو حكي لحضرتك على حاجه يعني قايل لك حكي لك؟ حكي لي قال كنا رايحين نصالحه مع بعض. صحابه اللي قالوا ان احنا رايحين نعزمه نصالحهم وفي نفس الوقت يفطر معاه. وكان تاني يعني عزمه قبل كده يوم الاربعاء مع واحد من زمايله. بعد كده فات الخميس والجمعه وحزم يوم السبت تاني. فطبعا حصل الوفاه بعد العزومه وراح هو مروح بالليل ناس لا ناس مستنيه والعربيه كانت واقفه في مكانها واقفه على الجنب يعني مش واقفه غدر ولا حاجه واقفه هو واقف بمزاجه وكل حاجه والعربيه راكنه عادي ومفيش اي اثار في العربيه ولا اي كسر في العربيه ولا اي شيء في العربيه ولا اي في سرقه. يعني اللي كان يقصد يموت ابني كان يقصده انتقام بس منه كان انتقام كشخص. كان قال لحضرتك حاجة يا أستاذ أيمن إن في مشاكل في الشغل؟ قال لي لا هو كان قال لي إن في كان افتكرته بيهزر بيقول لي أنت عارف لو أنا سبت وضميري خلاص هبقى مليون لأن هو بإيده كل حاجة محاسب ما كانش بإيده بيصرف إلا بيمضطه أي فلوس الصرف لازم هو يمضي عليه. إيه اللي بيحصل بالبلد كده؟ في ناس بتاخد مثلا يعني تضرب الفواتير تضرب الفواتير اعمل لنا حساب ثلاث تقنات وهم يبقوا نقلتين كده عايزين يظبطوا معايا يعني عايزين يظبطوا معايا. كان هو بي بي كان هو يرفض كان هو بيرفض كان عقبه فوق كان عقبه كده بسوقهم يعني هم بياخدوا عليها طبعا كل ما يبقى نقل اكتر بياخدوا فلوس من الشركه اكتر. لا يعني انت حضرتك تقصد مثلا ان هو جاب اللودر مثلا ساعه يروح قال خمس ساعات في اللودر كان ده يحصل؟ لا اللي هي عشان يسلموا من الشركه فلوس اكتر يعني الجراج شال نقله نقلتين ولا يعملها ست ساعات والفلوس دي كانت بتخرج عن طريقه هو لازم هو اتعرض عليه كده وهو رفض محاسب بس هو بيجري كل حاجه. طب انت قلت الكلام ده في التحقيقات بتاعه النيابه او في الشرطه؟ والله قلنا لهم كده لما سالونا قلنا لهم وعايزين يضرب فواتير ويضرب حاجات يقول طالما المعدات عندك في الشركه احسبها انها بتشتغل ويدفع لها فلوس. قال له طب هي تفرض انها هي في الشركه بس ما بتشتغلش. يقول له لا مالناش دعوه انت بتدفع فلوس من جيبك كل فلوس الشركه انت مالكش دعوه انت عليك تمضي لنا بس انت مالكش حاجه عليا. واللي عمل كده حد من الشركه العربيه موجوده وفلوسه موجوده في جيبه وكل حاجه. مين اللي عمل تحركاته؟ مين اللي عارف واللي بعته الحته دي قال له مين اللي عارف هو كان معزوم؟ مين اللي عارف تحركاته؟ هو ماشي من الزقازيق، مين اللي عارف ان هو يوصل المكان ده؟ ومين اللي عارف ان هو هيتعزم؟ ومين اللي عارف ان هو في المكان الفلاني الساعه المكان ده؟ وحتت كلها يعني مقطوعه الابطال والابطال. وانت عايز حضرتك بتطلب بايه؟ بطالب بحقي عايز اعرف ليه بس؟ ليه ولد شاب زي الفل 27 سنه زي الفل سمعه طيبه حسنه واحد بيصلي وبيصوم وبيعبد ربنا وكان لسه طالع من صلاه التراويح ومؤدب واخلاق وكل الصفات الحلوه فيه بشهاده حتى البوليس نفسه. حضرتك عايز تطالب بايه؟ والله انا طالب رئيس الجمهوريه وطالب وزير الداخليه بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي ايمن، انا اخو القتيل عبد الرحمن محمد ماهر، انا شغال مدرب لغه انجليزيه. جالنا خبر وفاته في اخر 10 ايام من رمضان يوم 20 تقريبا رمضان يوم 23 رمضان. شفت حاجه عمري ما شفتها في حياتي، شفت حد مدموع زي الفرخه يعني متهشم راسه وقالع عريان خالص قلع عينه كل هدومه وعلى الاسفلت ورمينه يعني يا جماعه رمينه في رمضان بعد الفطار. يعني انا عايز حق اخويا، حق اخويا اللي مات كده موته يعني وهدومه يعني عريان واحد عريان وعلى الاسفلت واللي طبعا اكيد في عربيات داست عليه وي في واحد عزم وفي اتنين معزومين، مين اللي هيعرف السكه بتاعت عبده دي؟ ما حدش يعرف سكه شغله غير اللي معاه في الشغل بس. هو كان في اجازه واتصلوا عليه واتصلوا عليه وكانت اجازه وحتى اصحابه اللي هنا ما يعرفوش هو شغله فين هناك بالظبط. لكن اللي معاه في الشغل عارفين وهو محاسب وجرد وكده وفي طبعا شد وجذب بينه اكيد وبين الناس معاه في الشغل فاكيد خططوا الحاجز دي. اللي عزم واللي معزومين هم اللي عارفين السكه دي اللي كان ماشي فيها. احنا عايزين حق اخويا بس احنا عايزين حق اخويا القصاص، مش هقول ايه هو بس عايزين حق، بس حقه يجي ازاي ما اعرفش. احنا بنقول اللي حصل ولغايه دلوقتي عدى شهرين ومفيش حاجه حصلت. هو نفس الرئيس الجمهوريه مفيش حاجه حصلت يعني انا مفيش حاجه حصلت ازاي؟ ولا طب شرعي طلع تقرير ولا حاجه وكله زي ما يكون ايه مفيش حد
معناش ما نعرفش حد، احنا غلابه ما نعرفش حد يحرجنا القضيه، نعمل ايه طيب؟ احنا عايزين حق اخويا بس لا اكثر ولا اقل. شكرا. طب انتوا ما سالتوا في الشرطه عن اتجاهات القضيه لكم ايه؟ لا استنوا الطب الشرعي احنا شغالين احنا ايه مش عارف ايه، ما هو حدش بيرد علينا كمان ساعات يعني فين وفين لما بنرد، احنا بنروح بنسافر. طب النيابه ردت قالت ايه لما سالتوه؟ النيابه قالت لما تاخير الطب الشرعي. طب ما سالتش حد في الطب الشرعي سبب التاخير شهرين؟ مش عارفين نوصل لحد، مش عارفين نوصل لهم، مش عارفين نوصل لهم فعلا.